بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل سلسلة محاضرات مادة تصاميم الحديد للكورس الثاني. وصلنا في موضوع الـ Weld Connection إلى صفحة 46، اللي هو حالة جديدة أنه إذا كان عندي لحام طولي وعرضي، فالحالة شلون راح أتعامل وياه؟ لحام طولي ولحام عرضي بنفس الوقت. احنا سابقا أخذنا أنه إذا كان عندي فقط لحام طولي، وتعرفنا على القانون مالته اللي هو فاي ار ان يساوي فاي، قلنا الاجهاد اللي جاي بالويلد كونكشن مضروب في مساحة الويلد كونكشن. هذا اذا تنتبهون كل الامثلة اللي حليناها على اعتبار انه فقط عندي لحام طولي. هسه لا، اذا كان عندي لحام طولي وعرض بنفس الوقت، طبعا شو اقصد باللحام الطولي للتذكير؟ يعني مثلا عندي هاي البليتة، هذه هي الفورس، خلينا نسميها بي. اللحام الطولي اللي هو اللحام اللي يكون موازي للفورس، للقوة، هذا هسه يعتبر لحام طولي. فالأمثلة اللي أخذناها بالكامل كانت فقط أنه عندي لحام طولي بهالشكل، هذا يوازي القوة المسلطة. هسه الأمثلة اللي راح ناخذها أو الحالة اللي راح ندرسها، إذا كان عندي بالإضافة للحام الطولي عندي لحام عرضي، هنا أنا فكرتها جدا بسيطة. شو راح يصير؟ راح نيجي نحسب الـ R nominal للـ transverse weld اللي هو هذا. شلون أحسبه؟ بنفس الطريقة اللي هي الإجهاد مالت اللحام مضروب في الـ A weld، بنفس الطريقة. هذا شلون راح أحسبه؟ راح أحسبه أيضا، بس أحسب الـ nominal، بس شنو للطولي، فراح أميزها، هاي أخليها L طولي، L هذا transverse فنسميه T. ايضا بنفس الطريقة الـ FNW مضروب في مساحة اللحام. اثنيناتهم من اجي احسبهم بنفس الطريقة، ماكو اي اختلاف بيناتهم، بس الاحظ شغلة واحدة، انه هنا أنا لازم استخدم ذني المعادلتين. عندي ذني معادلتين لازم استخدم، اسوي لهم كومبينيشن للحام الطولي والعرضي. فهذه الـ L هي تشير للحام الطولي والـ T تشير للحام العرضي. فراح اطبق بهذه المعادلة، احسبها وهذه المعادلة، ونستخدم الاكبر large value. هنا تنتبه، ناخذ الاكبر مو ناخذ الاقل، هنا أنا نحسبهن وناخذ الاكبر. اما طريقة حسابهن نفس ما تطرقنا بالمحاضرات اللي فاتت. هسه خلينا نشوف بهذا المثال. هنا أنا هذه الفورس، فاذا راح اخلي ببالي هذا هو اللحام الطولي وهذا اللحام العرضي. طبعا هنا ضروري انه تميز بين الطولي والعرضي. ليش؟ بهاي المعادلة ما عندي مشكلة. ليش؟ لان هنا راح اجمعهن، بس هنا لا اتفرق. ليش؟ الفرق بيمن؟ الفرق هنا أنا هذا الفاكتور 1.5 انضرب في اللحام العرضي، بينما هنا 0.85 انضرب في اللحام الطولي. تجمعهن يلا تضربهن بالفاي، فتخلي ببالك انه هنا أنا نحسب القوة بدون الفاي ونجمع وبعدين نضرب في فاي. فالقصد انه هنا أنا ما راح اطول اني بيهن، بس انه فكرتها راح اجي للحام الطولي، الطول مالته هنا أنا. الطول مالت اللحام الطولي اللي هو راح يصير 8 في 2، هذا الـ L actual، بينما باللحام العرضي اللي هو هذا الـ L actual مالتها راح يصير 10 إنج. فنفس الخطوات اللي اخذناها، ما راح يختلف عندي شيء جديد، نفس الخطوات. شوف هنا أنا حسبنا القوة اللي هي طبعا قلنا الفاي هي 0.75، هذا الإجهاد هو 0.6 مضروب في الـ FEXX في قوة اللحام. هذه مرات نقول E70 بهالشكل هذا، فنطلع قيمتها اللي هي هاي 70. الـ A weld اللي هي الثروت مضروب بالـ L effect. بس للتذكير الثروت عندي معادلتين الحسابة، اما اقول 0.707 مضروب في الدبليو، او اقول ساين فاي مثل ما شرحتها في دبليو. هذا اذا كان متساوي الساقين، يعني اذا كان الويلد سايز منطيني اياه قياس واحد، يعني مثلا قال لي الويلد سايز هو نصف انج، فمعناه راح استخدم هاي المعادله. ليش؟ باعتباره متساوي الساقين. بينما اذا قال لي لا استخدمت دبليو يعني ويلد سايز نصف
في 1/4. هذا هنا اللحام غير متساوي الساقين. طبعا انا هذا اللي تطرقت له بالمحاضرات اللي فاتت. فهنا اذا كان غير متساوي الساقين راح نستخدم ساين فاي في ال W. ومثل ما تطرقنا قلنا انه ال W ممكن تكون 1 ساين ساين فاي 1، او اذا استخدمنا فاي 2 نستخدم ال W 2. للتذكير هذا هو اللحام مثلا، هذا يقصد به الثروت. فاذا استخدمنا هذه الفاي، خل اسميها فاي 1، خل اغير اللون حتى تصير اوضح، راح اقرب بس على مود تصير اوضح لكم. فهنا هذه هي فاي 1، وهذا باعتبار هو النصف، وهذا باعتبار 1/4، هاي هي الفاي 2. فاذا استخدمنا الفاي 2 بالساين فنستخدم 1/4. اذا استخدمنا الفاي 1 اللي هي هاي فنستخدم هذا البعد اللي هو النصف. هذه فيما يخص الثروت. الال افكت مثل ما قلنا، يعني هاي كمراجعه، الال افكت هو البيتا مضروب بالال اكتشوال. ومثل ما تطرقنا انه البيتا لها 3 قيم بالاعتماد على محددات. فهنا نشوف الال افكت هي الال اكتشوال في البيتا. للتذكير هم خلينا نذكركم، ماكو مشكله، البيتا اذا كان الال اكتشوال اقل او يساوي 300 دبليو فالبيتا قيمتها 1. خل نكتب هنا البيتا تساوي 1. اذا طلعت اكبر من 300 الاكتشوال واقل، العفو مو 300 بس تصحيح، هذه 100 هذه 100 هذه 100، اكبر من 100 دبليو واقل من او تساوي 300 دبليو، هنا البيتا نحسبها من 1.2 ناقص والمعادلة الموجودة. او اذا كانت اكبر من 300 دبليو الال اكتشوال، هنا البيتا قيمتها 0.6. فهنا انا حال المثال جاي بالنسبة للونجتيودينال ويلث، قال انه الاكتشوال 16 مثل ما اتطرق له قبل قليل، ومقارنها ومطلع قيمة البيتا 1 وحاسب الار نومينال. بس تنتبه انه لازم تخلي رمز حتى تميز. شوف هاي للونجتيودينال ويلد. بنفس الطريقة راح اجي للترانسفيرس ويلد، ماكو اي اختلاف بيهن، بس تنتبه انه ايضا تحسب بيتا جديدة خاصة بيه. ليش؟ لان الطول مالته يختلف هنا. تنتبه انه للطولي تحسب له بيتا خاصة بيه، وللعرضي تحسب له بيتا خاصة بيه. ليش؟ لان هنا المقارنة عن طريق الال، عن طريق الطول. ورا ما حسبناهن راح نجي نعوض بالمعادلة الأولى والثانية اللي هي الكومبينيشن إكويشن الخاصة بهن، راح تطلع عندي قيمتين، نستخدم الأكبر اللي هو هذا، نقول كنترول. طبعا أنت كمصمم ماكو مشكلة تقدر تاخذ الأقل إذا ردت، يعني خلينا نقول فاكتور سيفتي، بس هي كمواصفة لا، يقول إنه نستخدم الأكبر. هذا المثال نفس الطريقة ما راح أطول به، بس الاختلاف شنو؟ هنا أنا من أجي أريد أحسب اللحام الطولي، شوف هذه هي الفورس، فإذا وين اللحام الطولي؟ شكو لحام موازي لهذا القوة يعتبر طولي، اللي هو هذا يعتبر لحام طولي، هذا لحام طولي، هذا أيضا لحام طولي، وهذا لحام طولي، اللي هو باللون الأحمر. فراح يصير الـ actual هنا هو حاصل مجموع هذه المسافة باللون الأحمر زائد ذول الاثنين زائد هذه اللي هي 10 × 10، هاي 20، وذول بالوسط 6 × 6 12، فيصير 32. هذا بالنسبة longitudinal weld. بالنسبة للحام العرضي، شكو شيء عمودي على هذا القوة يعتبر لحام عرضي. فمن أجي أباوع، وين اللحام العرضي؟ خل أقرب لك الرسم. وين اللحام العرضي؟ هذا عندي هنا لحام عرضي، هذا لحام عرضي أيضا، وهذا لحام عرضي. فمن أجي أقول الـ actual بالنسبة إله راح أقول 3 زائد هاي المسافة اللي هو منطيني إياها 2 زائد هاي المسافة اللي هي 3، فراح يصير عندي هنا 8 إنج. بقى طريقة الحل يعني مو فد شيء جديد،
انه نفس اللي طرقنا له بالمحاضرات اللي فاتت، بس انه هنا يحتاج ان نسوي كومبينيشن. شوف هنا أنا هاي جيت للحام الطولي حسبته، طلعت القوة مالته، طلعناها طلعت لي 224. بالنسبة للحام العرضي طلعت لي 59.5. هنا نسوي كومبينيشن للثنين ونستخدم الأكبر. فهنا كطريقة مو صعبة، بس الاختلاف انه لازم تسوي هذا الكومبينيشن وتميز بين اللحام الطولي والعرضي. راح اتطرق الموضوع جديد، ذن الموضوع عن مهمات فيحتاج شوية يعني تركز بيهن. انه هنا أنا عندي تراس. شو يقصد بالتراس؟ اللي هو هنا خل ارسم لك الحالة. سابقا احنا كنا ناخذ هذا التراس، هذا الشكل اللي احنا متعودين عليه اللي هو ابسط انواع التراس. من اجي الاي منبر بيهن يكون تحت تأثير الكومبر التنشن فورس. اجي مثلا خلينا نقول اي منبر، لنفرض هذا، هذا الجزء راح اسوي لك انه زوم. هذا الجزء، هذا من اجي اباوع شلون احنا نلحم عادة. مثلا هذا الجو هذا يسموه البوتوم تشورد اللي هو الوتر السفلي، هذا يسموه الابر تشورد اللي هو الوتر. فهنا أنا من اجي هذا شلون نثبته احنا؟ هذا بالحقيقة من نجي نباوع له كأن يكون مثلا مستخدمين جوا تي سكشن، فالتي سكشن راح يصير بهالشكل هذا. راح احاول ارسم ايزو. يعني شوي مو واضح صار، خل اعيده بلا زحمة، او خل نكبر الرسم شوي حتى يصير اوضح. على سبيل المثال هذا عندي هنا اني تي سكشن، المشكلة لاني فري هاند فما قاعد الرسم يجي بسهولة، يعني على الصبورة الرسم يصير اسهل. المهم هذا هنا عندي هذا التي سكشن، هذا تي سكشن. هنا أنا مثلا عندي ذني عندي هذا القطر اللي هو مائل، هذا شلون اللحمة احنا؟ راح اجيب مثلا حديد زاوية، يعني شلون ارسمه لكم بهالشكل. هذه خلينا نقول طالعة، يعني صعب انه يرسم بهالشكل، بالله خل احاول بالعكس. المشكلة اكو ضلع لازم يبقى يعني طايف علي كأنه. على العموم خلنا نفرض انه هذه هي الزاوية، باعتبار انه هذا الجزء، هذا الجزء هي زاوية، يعني كأنه من اباوع لها من فوق القاها بهالشكل، هذه زاوية كأنه اللي هو باللون الأحمر. فهذه من أجي أريد ألحمها راح ألحم منها بهالشكل هذا بالتي وألحم منها. فإذا تجي تباوع هذا ضلع مائل، فمية بالمية راح يصير جهة ألحم أكثر من الجهة الثانية. أعيدها، إنه لنفرض هذا هو الضلع المائل بالتراس، هذا الضلع المائل اللي هو بالتراس، من أجي أريد ألحمه اكيد راح جهة من الجهات يصير طول اللحام اكثر من الجهة الثانية. ليش؟ بكون انه مائل. فهاي الحالة هنا أنا شلون اتعامل وياها؟ يعني شلون اطلع ايش قد احتاج طول لحام منا وايش قد طول لحام منا؟ ليش؟ باعتبارهن مختلفات. هذا الموضوع اللي هو design of felt weld of truss member. هنا أنا من اجي اريد اتعامل وياه ايش احتاج؟ هذه هنا أنا ماخذين اللي هو هذه الزاوية اللي من ساعة تطرقنا لها. هذه الزاوية عندي قوة صايرة بالوسط
عادة وين تسلط؟ تسلط بالسنتر اوف جرافيتي، يعني هذه الزاوية من اجي اباوع لها، هذه منها اللي احنا كنا نسميها اكس برايم، اللي نستخرجها من الكود، اللي هو السنترويد مال الزاوية. ليش باعتبار هذه زاوية؟ هذه الزاوية طولها، طول الضلع مالتها هو ال، اللي هي المسافة من هنا لهنا، هذه هي ال. ليش؟ لان احنا كنا نقول ال مثلا 2 في 2 في نصف، فش يقصد بالاثنين؟ يقصد هذه المسافة من البداية للنهاية هي 2، بالتي يقصد بها الثيكنس. من اقول 2 في 2 معناها هاي زاوية متساوية الساقين، يعني هذا المفروض احنا تجاوزناها باعتبار عرفناها. فالقصد انه هنا انا عندي هذه الزاوية، هذه البي، هذه البي تمثل القوة اللي جايتني من التراس. شو يقصد بيها؟ يقصد بيها مثلا من عندي هذا التراس، العفو، من عندي هذا التراس راح اجي احلله، اطلع ايش قد الفورس مال هاي القوة، العفو، الفورس مال هذا التراس اللي هي اسميها مثلا بي. احنا كنا نسميها تي، هسه اسميها تي، سميها بي ماكو مشكلة. او مثلا هذا الفورس هنا اللي هو نسميه تي. فهنا أنا راح اجي مثلا اذا جاك هيك سؤال تراس، لازم تجي تحلله، يعني كأن يكون عندي هذا التراس عندي قوة هنا قيمتها مثلا 100 كيبس، وطلبت من عندك انه صمم لي منطقة الكونكشن اللي موجود هنا. شلون تصممه؟ اول شي لازم تعرف ايش قد قوة مسلطة عليه، فلازم تحلل هذا التراس، تطلع هاي الفورس اللي هي سميها بي او سميها تي بكيفك، اللي هو التنشن. هذه البي وين اسلطها؟ راح اجي اقول انا عندي زاوية، هذه الزاوية الابعاد مالتها عندي، وين انا اشرت هنا، هذه الزاوية الفورس اخليها دائما بالسنترويد مالتها. السنترويد منين اجيبه؟ اجيبه من الكود، باعتبار الاكس برايم موجود ضمن الكود، هذا الاكس برايم موجود بالكود، كل مقطع له اكس برايم خاص بي. فهنا بالنسبة للزاوية الاكس برايم معلوم والطول معلوم. شنو المختلف عندي؟ المختلف انه هذا طول اللحام اكثر من هذا، مثل ما قلنا هسه. ليش؟ لان هذا مائل، فبالتالي القوة اللي جايتني من هذا اللحام، هنسوي بلون احمر، القوة اللي جايتني من هذا اللحام راح اسميها بي 2. ليش؟ باعتبار طول اللحام يختلف، ايش قد طوله؟ طوله ال 2، بينما طول اللحام اللي طوله ال 1، هذا اللي هو طوله ال 1 ينطيني قوة مقدارها بي 1. بالنتيجة البي 1 زائد البي 2 لازم يساوي للقوة المسلطة حتى نقول انه هذا المقطع اوكي ما بي مشكلة. فبالنتيجة انه هنا أنا لازم استخدم لحام بحيث ينطيني قوتين، مجموع القوتين يساوي للقوة المسلطة اللي هي البي. شلون استخرج ذولا؟ الموضوع جدا بسيط، يعني لا تدوخون بيه، هسه راح اشوف بالتطبيق مالته. اول شيء حتى استخرج البي، هذه البي موجودة منين جايتني؟ البي هذه اللي هي القوة المسلطة هذه، اما انطيك ديد لود ولايف لود وانت تفكترهن، او انطيك تراس وانت تحلل تطلع قيمة الفورس بي، او منين اجيبها؟ مثلا انطيكم المقطع واقول لكم هذا تنشن ممبر، فبالتالي خل اكتب لكم الحالات مالت البي منين تجيني حتى تصير واضحة. البي اللي موجودة اللي هي الأصلية، أما 1.2 dead load زائد 1.6 live load، فبالتالي أنا أنطيك dead load و live load أنت تطلع البي ultimate اللي هي البي، أو لا أنطيك البي يو جاهزة مباشرة، أو البي يو أنطيك تراس analysis of tras، يعني انطيك تراس وتحلله وتطلع قيمة البيو، او لا مثلا انطيك تنشن ممبر. فبهالحالة وانطيك تفاصيله انت تروح تسوي له اناليسز، تطلع اليلدنج وتطلع الفراكتشر وتستخدم الاقل، نستخدم الاقل وهي هاي نعتبرها البي. فالبيو لها اكثر من حاله،
مبدئيا ذن الحالات اللي هسه الاربعه اللي ذكرتها لك ممكن انطيك اياها ديد لود لايف لود، او انطيك اياها جاهزه، او انطيك تراس وانت تحلل وتطلع قيمه الفورس اللي موجود بالمنبر، او اقول لك هذا تنشن منبر واعطيك المقاطع مالته، فانت لازم تطلع يلدنج وفراكتشر فيلير وتستخدم الاقل. هذه البي يو اذن احسبها بهالشكل هذا. زين شلون اطلع البي 1 والبي 2؟ البي 1 والبي 2 حتى اطلعها راح اخذ عزم بهاي النقطه اللي هي نقطه اي هنا. فمن اخذ عزم شو يصير؟ راح يصير البي مضروبه في الاكس برايم. هنا انا ما مسميها اكس برايم، مسميها اي. هنا أنا هذه البي راح اضربها بالمسافه اللي هي اكس برايم او الاي، والبي 2 تنضرب بهذه المسافه اللي هي ايش قد قلنا مساء عليها، اللي هو الطول مال المقطع اللي هو ال. فاذا البي 2 صارت معلومه، فاذا عرفنا قيمه البي 2 البي 1 اكيد راح اطلعها. ليش؟ لان انا ايش عندي؟ عندي البي 1 زائد البي 2 لازم تساوي لي البي المسلطه حتى يكون المقطع يحقق القوه المطلوبه. فاذا عرفنا وحده من ذني، يعني مثلا حاليا انا من اخذت عزم بالاي راح اطلع البي 2، فاذا البي 1 اقدر اطلعها بهالطريقه هاي الكليه ناقص البي 2. طبعا مو الا تاخذ بالنقطه اي، يعني هذه المعادله هاي هي جايتنا summation moment at a تساوي صفر. العفو مو هنا، هذه المعادله جايتنا من summation moment at a تساوي صفر. طبعا ممكن واحد يجي هنا يقول summation moment at b يساوي صفر، بس بهالحالة تنتبه شو راح تصير معادلتك. خل نكتبها هنا. اذا قلت summation moment at b يساوي صفر، يعني ردت تاخذ عزم بالنقطة b، فبهالحالة راح نستخرج b1، فراح يصير ال b1 مضروب في ال l يساوي لل b مضروب. شوف البي بمن اضربها؟ لازم اضربها بهاي المسافة. هاي المسافة شو تمثل؟ تمثل ال ال ناقص الاكس برايم او اسميها الاي. فتصير هنا ال ناقص الاي، او نقدر نسميها اكس برايم، او مثلا الواي برايم حسب الكيس اللي موجودة. طبعا مو دائما، اذا كانت متساوية الساقين فالاكس برايم تساوي الواي برايم، بس اذا كانت غير متساوية الساقين لا، لازم تنتبه تاخذ الاكس برايم او الواي برايم. هاي الملاحظه ايضا تنتبه لها. فبالنتيجه اذا عرفنا هنا هسه هنا بهالطريقه راح استخرج البي 1، فاجي اقول الكليه ناقص البي 1 اطلع البي 2. هسه بالنتيجه ورا ما طلعناها راح نجي حتى اطلع الطول مالت اللحام، اقول قيمه الفورس اللي هي بي 1 على قوه اللحام لواحد انج. اذا ردت اطلع ال L2 اقول القوة مالت اللحام اللي هي تمثل البي 2 اقسمها على قوة اللحام لواحد انج، اللي هي ذن المعادلتين. طبعا انت مو بالضرورة تطلعهن اثنيناتهن. ليش؟ لان انا هنا أنا اكو فكرة اسهل الك. شلون؟ راح اجي اطلع الطول الكلي مالت اللحام، اقول البي على قوة اللحام لواحد انج، راح اطلع طول اللحام الكلي بالاعتماد على البي الكليه. راح اطلع طول لحام، لنفرض طلع لي مثلا 35. هسه يحتاج اعرف لول ال1 لول ال2 حتى اقدر اعرف القيمه الثانيه. يعني مثلا اذا عرفت انه ال1 تساوي البي1 على قوه اللحام لواحد انج، لنفرض هنا طلعت لي ال1 قيمتها 20، قسمت قوة اللحام بالبي 1 اللي هي هاي على قوة اللحام لواحد انش، لنفرض طلعت لي 20. فاذا ايش قد قيمة ال2؟ ما يحتاج بعد ارجع اطبق هاي المعادلة، لا، انا عندي الطول الكلي، بس مجرد اطرح منه ال20 راح يطلع لي طول ال2. فراح نقول 35 ناقص 20 يطلع لي 15 انج. فاذا اذا عرفنا الطول الكلي وواحد من الاطوال اقدر اعرف الطول الثاني. تريد تحسبهن بهالطريقه هاي
تقسم كل بي على 1 انش، على قوة 1 انش، تقدر تطلعهن هنا أنا مباشرة كيفك انت، شوف شنو اللي اريح لك. انا ما احاسبك، اهم شيء الحال صحيح والناتج صحيح. هنا هذا السؤال منطيني الاف واي 50 والاف يو، وقال لي الالكترود المستخدم هو 70، ومنطيني محدد لي ديزاين سايد فولت تو فول كاباسيتي. شوف قايل لي فول كاباسيتي، من قال لي فول كاباسيتي يعني اخلي ببالي انه هذا المقطع لازم يشتغل كتنشن ممبر. فراح اجي اول شيء لليلدينج فيلير، راح نحسب الفاي ار ان او نسميها فاي بي ان، احنا كنا متعودين، راح اطلعها. واجي للفراكتشر بنفس الطريقه، راح احسب الفاي بي نومينال. هذا المن لهاي الزاويه اللي هي 5 × 3 × 0، تنتبه انه 5 × 3 هنا غير متساويه الساقين. فهنا أنا راح نحسب انه نستخدم الاقل واعتبرها هاي البي اللي منطيني اياها. يعني هاي الحاله اذا نجي نباوع لها اللي هي تنطبق على الحاله الرابعه اللي هو تنشن ممبر، راح احلله ونستخدم الاقل. خل اكمل انه هذول مربوطين، الزاويه هاي مربوطه بتي سكشن، ومنطيني الثيكنس مالت الويب مالت العفو الثيكنس مالت الويب مالت التي سكشن قيمته نصف، قال لي استخدمه. واليو هنا منطيك اياها جاهزه، يعني ما يحتاج تفرض، تاخذها جاهزه، العفو ما يحتاج تحسبها من الجدول، تاخذها هاي القيمه جاهزه. فخلي نشوف هنا هذا الرسم انا منطيك اياه بالسؤال، ضروري انطيك اياه ليش؟ يعني بالسؤال الرسم، لان هنا غير متساويه الساقين، فلازم اقول لك انه وين اللي لاحمها اني، الخمسه لو البعد الثاني اللي هي قد كانت العفو 3، يعني هذه هنا اذا تنتبه قال لك هاي 5، فاذا من تجي تاخذ المسافه هذه من هنا الى هنا اللي هي الخاصه بالخمسه، باعتبار هاي 5، باعتبار انه هاي 5، فاحنا الاي هذه اللي نحتاجها. اروح ادخل للكود واشوف هاي تمثل الاكس برايم لو تمثل الواي برايم، هذه المسافه ليش؟ لان هاي احتاجها. بس اذا ما انطيتك، يعني اذا قلت لك هاي انه متساوية الساقين، ما يحتاج انطيك الرسم، ليش؟ باعتبار انه هذا متساوية الساقين، فاي وحدة تريد تثبتها ماكو مشكلة بيها. فهنا خل اجي للحل، الحل ما اريد اطول بذني، لان ذني هنا أنا يعني الطرق كلها ما اخذيها، بس مجرد كأنه مراجعة راح اخذها. هنا هذا اليلدنج فيلير اللي هي فاي اف واي في الاي جروس طالعت لي 168، وبالنسبة للرابتشر منطيك اياها بنفس الطريقة، يعني نحسبها بالطرق اللي متعودين عليها، طالعت لي 158. نستخدم الاقل، فاذا هذا هو الكنترول. هسه بعدها من اجي اريد اصمم المقطع، حتى اصمم اول شيء لازم اجي افرض الويلد سايز. الويلد سايز خل اذكرك بيها، الويلد سايز حتى اجي افرض الدبليو ينقسم الى انه الثيكنس اقل من 1/4 انش، نستخدم الثينر ثيكنس. انه هنا أنا اذا كانت التي اقل، هي اتذكر اقل او تساوي، يعني بس تاكدوا من عندها، لان احنا احتمال ما اعتقد الاكبر او يساوي، اعتقد هاي فقط اكبر، يعني هنا أنا 1/4 بس تأكدوا من عندها، المفروض يعني بس اكبر، المفروض اللي يساوي هاي. بالنتيجة انه هنا اذا الثيكنس مالت الاجزاء اللي قاعد اربطها، هسه انا ايش قاعد اربط هنا اذا تباعوا للرسم، دا اربط التي سكشن اللي هو منطين الثيكنس مالته، ايش قد منطين يا بالسؤال، بس خل اراجعه، نصف. شوف هنا أنا قايل لي هذا نصف الويب مالته، وهذه التي سكشن العفو الالت سكشن اللي هو 5 × 3 × 0، فأنا الأجزاء اللي قاعد أربطها الالت سكشن ويا التي سكشن اثنيناتهم الثيكنس مالتهم ايش قد؟ نصف. لو كانت مختلفة ناخذ الأصغر
وأقارن بي. أعيد هالملاحظة، هاي مهمة، أنه هنا الأجزاء اللي دا أربط هناني الثكنس مالتهم متساوي، فمن أجي أريد أقارن حتى أطلع الدبليو ناخذ الأقل، فإذا ساون أخذ أي واحد بهن، بس إذا اختلفن لا ناخذ الأقل واحد بهن. فهنا إذا تجي تباوع قارنت النصف باعتبارها متساويات أكبر من واحد على أربعة، فإذا نقول النصف اللي هو الماتيريال ثيكنس اللي هو نصف هذا نطرح منه واحد على 16، فطلع الماكسيموم سايز هو 7 على 16. المينيموم سايز ويل سايز هذا عندي جدول اللي هو تيبل 2 4، راح أطلع من عند المينيموم طلع لي 5 على 16، العفو طلع لي 3 على 16. فإذا صار ايش عندي؟ صار عندي الدبليو المفروض أكبر أو تساوي 3 على 16 اللي هي المينيموم، وأقل أو تساوي 7 على 16. المفروض إحنا نستخدم دبليو محصور بين ذول الاثنين، فإذا راح نقول الدبليو حل وسط، راح نأخذ الأفرج المعدل مالتها. طبعا مو غلط إنه اللي يريد يستخدم الماكس أو اللي يريد يستخدم المينيموم، بس إحنا حتى نتفق حتى نوحد حالنا إنه بهيج حالة نأخذ الأفرج. فهنا الأفرج اللي هو 5 على 16، راح نجي نحسب قوة اللحام لواحد إنج. هنا لواحد إنج على اعتبار إنه الـ effect أو الـ actual يساوي لواحد إنج، فراح أحسب قوة اللحام بالاعتبار إنه طول اللحام هو واحد إنج، ومثل ما ماخذيها بالمحاضرات اللي سابقة جيت هنا قارنت وحسبت البي، طلع عادة البيتا تطلع واحد، وحسبت قوة اللحام لواحد إنج. هنا إذا طول اللحام الكلي، هذا طول اللحام الكلي توتال، راح أقسم البي الكلية، هاي البي الكلية على قوة واحد إنج، فإذا طلع لي أحتاج أنش قد 22.8. طبعا هنا 22.8 هذا طول اللحام الكلي. ما ننسى انه نشيك قيمة البيتا، ليش؟ لان هنا احنا من حلينا فرضنا انه قيمة البيتا تساوي واحد، فهنا يحتاج انه اشيكها. من شيكتها طلعت لي واحد، اذا اوكي. اذا ما طلعت لي واحد تنتبه على هاي الملاحظة، هاي الملاحظة ايضا مهمة، انه لنفرض انه البيتا لنفرض طلعت لي قيمتها 0.6، فترجع تحسب الطول الجديد اللي هو تحسب طول اللحام ال effect يساوي البيتا مضروب بال ال actual، فراح تضرب تقول 0.6 في ال actual اللي هي طلعت لك مثلا هسه 22، العفو بس ثواني والله، إذا طلعت البيتا مو نفس ما فارضها لازم نرجع نصحح. بس شو نصحح؟ تنتبه إنه هنا الأي ويلد، الأي ويلد راح إحنا كنا مساع ضاربيها في واحد، شوفها مساع الأي ويلد كنا ضاربيها في واحد، هسه لا راح نضربها في 0.6، فراح يصير الثروت مضروب في 0.6 ونستخدمها. يعني نعيد هاي الخطوات من هنا نرجع نعيد، يعني نشوف البيتا وين عوضناها واحد، ارجع اعيد هاي الخطوات واحسب الطول الجديد وايضا اشيك البيتا. لحد الان هذا الكلام احنا هو نفس الكلام القديم، الشغل القديم يعني ما اختلف عندي شيء. هسه هنا أنا من صار عندي تراس اخلي ببالي انه لازم احسب البي 2 مثل ما قلنا، البي في الاي، الاي قلنا اللي هي الاكس برايم، هاي هي الاكس برايم الخاصة بالمقطع او الواي برايم حسب المقطع شلون انا اشكله، يعني شلون اثبته ألحمه، مضروب على طول اللحام اللي هو العفو على طول الزاوية، هذه هي ذات باوعوا لها. شوف هسه كأنه الفورس موجودة هنا، هذه البي، هذه تمثل الاي، وهذه المسافة اللي هي طولها 5. فهنا هذه أخذنا عزم كأنه بنقطة A اللي هي هاي، فراح نطلع البي 2
ورا ما طلعنا البي 2 اجي اقسم البي 2 على طول اللي حامله 1 انج، هذا احنا حاسبيه، فبس مجرد اقسم طلع لي 7.95. دائما نكبرها فنقول نعتبرها 8. اذا عرفنا انه ال L2 8، اذا ال L1 ايش قد؟ الطول الكلي ناقص 8، وايضا نكبره للاكبر. هسه بعد ان عرفنا قيمه ال L1 وال L2 اللي هن ذني، شوف وضحتهن لك بالرسم، واضحات هنا انا بالرسم، هذا صار طوله 8، هذا صار طوله 15. يحتاج انه نشيك الليميتيشن، هاي الليميتيشن جدا مهم، يعني لازم اذا صار عندك تصميم مال لحام لازم تشيك الليميتيشن اللي هو مينيمم افكتيف لينث اوف فيلت ويلد، اللي منطيك اياه الطول الكلي لازم اكبر او يساوي 4 في الدبليو، اذا اوكي. ونشيك اذا كان عندي لونجيتيودينال ويلد فقط، اذا كان عندي فقط، تنتبه اذا كان عندي فقط لونجيتيودينال، طبعا بالتصميم انت راح تطالب فقط باللونجيتيودينال ويلد، بس بالنسبه بالاناليسز لا، راح تطالب بالطولي والعرضي اذا اجن سوى ممكن. فهنا هذا الليميتيشن هنا مطبق هناني، بس مجرد انه تشيك الحاله، تشيكت اوكي، ما تشيكت لازم ترجع تعدل بناء على الليميتيشن اللي موجود. راح اتوقف لان بقى شيء بسيط فراح اكمله. اوكي خل بقى عندي بس هذا المثال، راح اكمله بهذا المقطع لان ما يسوى، يعني هو فتشي سريع راح اشرحه. اوكي لهنا خل نتوقف العفو، هذا الموضوع ما داخل اتركه، هذا الموضوع الاخير اتركه، فهذا هنا راح نتوقف لهنا، هذا ما داخل الموضوع هنا توقفنا، وبالتالي نكون كملنا المنهج الخاص بمادة تصاميم الحديد للكورس الثاني. أمنياتي للجميع بالصحة والسلامة والنجاح والموفقية، وإن شاء الله نكون ما قصرنا وياكم. لهنا نتوقف وشكرا جزيلا.